مشاهدينا السلام عليكم للعام الثاني على التوالي حاله ماطره استثنائيه نادره في توقيتها وشموليتها تؤثر على المملكه السعوديه نهايه هذا الشهر الحالي يوليو ومطلع الشهر القادم اغسطس. هذه الحاله ناتجه من حاله عدم استقرار الجوي بسبب تاثر المملكه بكتله هوائيه حاره ودافئه قادمه من المحيط الهندي عبر بحر العرب باتجاه المناطق الجنوبيه والجنوبيه الغربيه من المملكه، ايضا تلتقي مع كتله هوائيه ابرد في طبقات الجو العليا، ينتج عنها حاله من عدم الاستقرار وبالتالي زخات رعدية من المطر مصحوبه بالبرق والبرد والرعد. هذه الامطار بتكون خاصة في المناطق الجنوبيه الغربيه، منطقة نجران وابها وجازان وقد تصل احيانا الى منطقة الطائف وقد تمتد أيضا إلى منطقة الرياض لاحقا والمناطق الوسطى، هذه المنطقة تأثيرها أو هذه الحالة الجوية تأثيرها أكثر ما يكون على المناطق الجنوبية على المناطق الجنوبية الغربية أكثر وأيضا ينتج عنها رياح شديدة قوية السرعة. هذه الرياح الشديدة قوية السرعة ينتج عنها إثارة الغبار والأتربة وبالتالي تدني مدى الرؤية الأفقية بشكل واضح وكبير خاصة في المناطق التي لم تتعرض إلى هطول وأيضا هذه الحالة تمتد تدريجيا وتقوى تدريجيا لتشمل زي ما حكينا نجران وجزان وأبها وتصل إلى الباحة وإلى الطائف وقد تصل إلى مكة المكرمة وبعض المناطق الوسطى أيضا من ضمنها الرياض اعزائى المشاهدين نتمنى للجميع السلامه وشكرا للمتابعه